الآن وكل أوان ولظهر الداهرين. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذين آمنوا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذين آمنوا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذين آمنوا ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولظهر الداهرين آمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيتجاوز عن سيئاتنا يا قدوس طلع واشفي امراضنا من اجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولدهر الداهرين امين. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الجوهري اعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه. لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير. لان لك الملك والقدره والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلب على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين أمان. المجد للآب والابن والروح القدس يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح الإله امنح رافتك لشعبك الجديد المسمى بك وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم غلب على محاربيهم لتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا والدة الإله الكلية التسبيح لا تعرضي يا صالح عن توسلاتنا بل وطدي سيرة المستقيمين وخلص الذين أمرتي أن يتملكوا. نحيهم الغلبة من الزمان بما أنك ولدت الإله أيتها المباركة وحدك يا الله بعظيم رحمتك نطلب منك فاستجب وارحم. كيريا لايسون وإذا نطلب من أجل المسيحيين الحسنين عبادة الأرثوذكسيين يا رب ارحم وإذا نطلب من أجل أبينا وبطري الكنائس يوحنا ورؤساء الكهنة والشمامسة وكل إخوتنا في المسيح. كيريا لايسون لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. باسم الرب بارك يا أب. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر غير المنقسم المحيي كل حين الآن وكل أوان ولدهر الداهرين امين. المجد لله في العلا وعلى الارض السلام وفي الناس المسره. المجد لله في العلا وعلى الارض السلام وفي الناس المسره. المجد لله في العلا وعلى الارض السلام وفي الناس المسره. يا رب افتح شفتي في خبر فم تسبحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقول لنفسي لا خلاص له بالهه. وانت يا رب ناصري ومجدي ورافع راسي بصوتي الى الرب صرخت فاجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ
لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك، أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برزقك تؤدبني، فأن سهامك قد نشبت في يوم كنت على يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحملا ثقيلا قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت للغاية والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازي وليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهدي قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفرقتني قوتي ونون عيني أيضا لم يبق معي. أصدقائي وأقربائي دانوا مني وقفوا لدي وجنسي وقف مني بعيدا. وأجهدني الذين يطلبون نفسي والمنتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأسر من لا يسمعك وكأخذت أفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا فهمي تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت، أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي. لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا الضرب مستعد وجع لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطاياتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما. الذين جازوني بدل الخير شرا محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي. في أرض برية وغير مسلوكة وعالمة ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي يسبحانك. هكذا أباركك في حياتي واسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هذلت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضد طبينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف فيكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذلت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضد طبينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أمين. هللويا 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 المزرك الله. هللويا 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 المزرك الله. هللويا 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 المزرك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت. علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجزتها علي. أبعدت عني معارفي جعلوني لهم رجاسة. قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفت من المسكن. صرخت إليك يا رب نهار كله وليك بسطت يدي. ألعل كل الأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في ظلمة عجائبك وعدك في أرض منسية؟ وأنا لك يا رب صرخت فلتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي شقائي مثل شبابي، وحين ارتفعت وضطعت وتحيرت. علي إجازة رزك، منزعاتك أزعجتني. أحاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا. أبعدت عني الصديق والقريبة ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أبل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي ربا وجميع ما في داخلي اسمه القدوس. بارك يا نفسي ربا ولا تنسى جميع مكافآته. الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وابن إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة. ليس للقضاء يسخط ولا للدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا ولا على حسب خطايانا جازانا. لأنه مقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، ومقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأبو على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة الرب فهي منذ الدهر ولا الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده وذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هي عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع. باركوا الرب يا جميع ملائكته مقتدرين بقوة، العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب.
يا رب اسمع صلاتي وانصت بحقك على طلبتي، استجب لي بعدنك ولا تدخل في محاكم مع عبدك، فانه لن يتزكى امامك كل حي. لان العدو وقد اضطهد نفسي واذل في الارض حياتي واجلسني في الظلمات مثل النوم منذ الدهر، واضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الى ما قدمت، هذلت في كل اعمالك وتاملت صنع يديك. بسطت يدي اليك، نفسي لك كارض لا تمطر. اسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فاشبه الهابطين بالجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك، فاني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي اسلك فيه، فاني اليك رفعت نفسي. انقذني من اعدائي يا رب، فاني قد لجأت اليك. علمني ان اعمل مرضاتك، لانك انت الهي، روحك الصالح يهديني في ارض مستقيمه. نجي اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من حزن نفسي، وبرحمتك تستأصل اعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لاني انا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في محاكم مع عبدك، استجب لي بعدلك ولا تدخل في محاكم مع عبدك، روحك الصالح يهديني في ارض مستقيمه. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولا دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا، إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع، إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله، إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورؤساء الكهنة والكهنة المكرمين والشمامسة القدامى بالمسيح وجميع الكليروس والشعب، إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح، إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها، إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية، إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتالمين والأسرى وخلاصهم، إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة، إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنذر ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود، أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. الله رب ظهر لنا مبارك الذي باسم رب يعترف لربي ودعو باسمه القدوس ثيوس كيريوس كيبيفانيني مين ευλογή μένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κουλούν μια χάτα ποιο μισμή ραμπή καρτουχόν. Αλλάου ραμπού δαχαρα λένα μου παρακούν ηλέτη βίσμη ραμπ. Μην قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في عيوننا. الله رب ظهر لنا مبارك التي باسم الرب لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة المساوي للأب والروح بالأزلية وعدم الابتداء المولود من العذراء لخلاصنا، لأنه سر بالجسد أن يعلو على الصليب ويحتمل الموت وينهض الموت بقيامته المجيدة. المجد للآب والابن والروح القدس لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة المساوي للآب والروح في الأزلية وعدم الابتداء
المولود من العذراء لخلاصنا، لأنه سر بالجسد أن يعلو على الصليب ويحتمل الموت وينهض الموتى بقيامته المجيدة. آن وكل أوان ويده الداهرين آمين. افرحي يا باب الرب الممتنع العبور فيه، افرحي يا سورا وسترا للمسارعين إليك، افرحي أيتها من الهادي التي لم تعرف زواجا، الوالدة بالجسد خالقك وإلهك، فلا تكوفي متوسلة من أجل المسبحين والساجدين لمولدك. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريانا إيسو، أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا وليدة الإله الدائمة البتولية مريم، مع جميع القديسين فلنودى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنمدحن صليب الرب ولنكرمن بالتسابيح دفنه المقدس ولنمجدن قيامته الإلهية، فأنه أقام معه الأموات من القبور كإله، وقد سبع عزة الموت وقوة إبليس وأشرق بالنور للذين في الظلام. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد دعيت ميتا يا من أمات الموتى ووضعت في قبر يا من أفرغ القبور. أما فوق فقد حرس القبر جند، وأما أسفل فقد بعثت الأموات الذين منذ الدهر. فيا أيها القدير غير المدرك المجد لك الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. أمين. افرحي أيتها الجبل المقدس الذي سلكه الله، افرحي أيتها العليقة الحية التي لم تحترق، افرحي يا من هي وحدها جسر إلى الله ينقل المائتين إلى الحياة الأبدية، افرحي أيتها الفتاة البريئة من الفساد التي بدون خبرة زواج ولدت خلاص نفوسنا. إن بطرس بعد قيامتك الثلاثية الأيام وسجود التلاميذ يا رب هتف نحوك، إن النسوة أقدمن مجترئات وأنا أحجمت جبنا، اللص تكلم عن لاهوتك وأنا أنكرتك، أفتدعوني بعد تلميذا أم تعود فتجعلني صيادا في البحر؟ لكن اقبلني اللهم تائبا وخلصني. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد سمرك الأثمة على الصليب فيما بين مجرمين أيها الرب الرحوم، وطعنوا جنبك بحربة، واقتبلت الدفن يا من نقض أبواب الجحيم، وقمت في اليوم الثالث، فركضت النسوة مسرعات لينظرنا، ثم أخبرنا الرسل بقيامتك. فيا أيها المخلص الفائق السمو والرب المبارك الذي يسبحه الملائكة المجد لك الآن وكل أوان ودهر الداهرين. أمين. إنا نسبحك نحن المؤمنين ونسجد لك يا والدة الإله الكلية القداسة العروس التي لم تختبر الزواج، يا من حولت حزن حواء إلى فرح لأنك انتشلتنا من اللعنة القديمة، والآن فلا تنفكي يا كلية التسبيح عن الابتهال في خلاصنا. مبارك أنت يا رب علمني خطوقك، جمع الملائكة ظل متحيرا عند مشاهدتك، محسوبا بين الأموات أيها المخلص، وضاحضا قوة الموت ومنهضا أنام معك، ومعتقا إيانا من الجحيم كافة. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، الملك اللامع عند القبر تفوه نحو حاملة الطيب قائلا، لما تمسجن الطيوب بالدموع بتنث يا تلميذات، انظرنا اللحد وافرحنا لأن المخلص قد قام من القبر ناهضا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، إن حاملة الطي سحالا عميقا سرعنا إلى قبرك نائحات،
إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن زمن النحق كفى وبطل فلا تبكينا بل بشرنا الرسول بالقيامة. إفرايطوس كيرياذي ذاكسون متاثيك يوم تاسو إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحانوت إلى قبرك أيها المخلص فسمعنا ملاك المتنغما نحوهن قائلا لما تحسبن الحي مع الموتى فبما أنه إله قد قام من القبر نهيضا. المجد للأب والابن والروح القدس نزول للأب والابن ولروح قدسه تلوذ القدوس بجوهر واحد صارخين مع السرافيم قدوس 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 أنت يا تاني كعيي كيسوس أنس أنيان النمين أيتها العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذتي أدم من الخطية ومنحت حواء الفرح عوض الحوز لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهورا منها. هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 مكسس يا ثيوس هللويا 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 المجد لك يا الله. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريانا إيسو أوضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين من ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لقد دهشت حاملات الطيب وحارت عقولهن بالمنظر الملائكي واستنارت نفوسهن بالقيامة الإلهية فبشرنا الرسل قائلات أخبروا في الأمم بقيامة الرب الذي يؤازركم بالمعجزات ويمنحنا الرحمة العظمى. إني في مضايقتي أرنم لك يا مخلصي ترنيما داوديا وأقول نجي نفسي من اللسان الغاش. إن الحياة مغبوطة للنساك أهل البراري الذين يرتقون إلى العلاء على أجنحة العشق الإلهي. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن البرايا كلها المنظورة وغير المنظورة إنما هي مغبوطة ومعصومة بالروح القدس فإن القيامة بالذات مختص بالثالوث لا محالة. لنرتقين يا نفس إلى الجبال هيا بنا إلى هناك من حيث تأتي المعونة. لتقينني أنا أيضا يمينك الحائمة أيها المسيح محافظة علي من كل غائلة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. لنتكلمن لاهوتيا بالروح القدس قائلين أنت الله والحياة والعشق والنور والخيرية أنت المالك إلى الدهور. لقد امتلأت فرحا كثيرا بالقائلين لي لنذهبن إلى ديار الرب وفيها أقدم الصلوات والطلبات. إن العظائم الرهيبة تتم على بيت داود فإن نارا هناك تلهب كل عقل سمج. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن الروح القدس هو مبدأ الحياة وعلتها فإن منه كل حي يحصل على الحياة فيحيا وكذلك من الآب والكلمة أيضا. قم يا ربي وإلهي لأنك تملك إلى الأبهار. قم يا ربي وإلهي لأنك تملك إلى الأبهار. أعترف لك يا رب بكل قلبي. قم يا ربي وإلهي لأنك تملك إلى الأبهار.
لك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. كلنا سما فلتسبح الرب، كلنا سما فلتسبح الرب، فلتسبح الرب كلنا سما. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان قام بطرس وأسرع إلى القبر وتطلع، فرى الأكفان موضوعة وحدها، فانصرف إلى مقره متعجبا مما كان، وإن اثنين منهم كانا سائرين في ذلك اليوم إلى قرية تبعد 60 غلوة عن أورشليم اسمها عنواس، وكانا يتكلمان أحدهما مع الآخر عن تلك الحوادث كلها. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران دنا منهما يسوع وسار معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتحاوران به وأنتما سائرين مكتئبين؟ فأجاب أحدهما واسمه كليوبا وقال له: أنت وحدك غريب في أورشليم ولم تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام. فقال لهما: وما هو؟ قالا لهما: يختص بيسوع الناصري الذي كان رجلا نبيا مقتدرا في العمل والقول أمام الله وجميع الشعب، وكيف أسلموا رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أن هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا جميعه فاليوم هو ثالث يوم لحدوث ذلك، إلا أن نساء منا أدهشننا لأنهن بكرنا إلى القبر فلم يجدن جسده، فأتينا وقلنا إنهن رأينا مظهر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: يا قليلي الفهم وبطئي القلب في الإيمان بكل ما نطقت به الأنبياء، أما كان ينبغي للمسيح أن يتألم هذه الآلام فيدخل إلى مجده؟ وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما ما يختص به في كل الأسفار. ثم اقتربوا من القرية التي كانا منطلقين إليها، فتظاهروا بأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزمه قائلين: امكث معنا فإن المساء مقبل وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، ولما اتكى معهما أخذ الخبز وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه فاختفوا عنهما. فقال أحدهما للآخر: أما كانت قلوبنا مضطرمة فينا حين كان يخاطبنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم، فوجد الـ11 والذين معه مجتمعين، وهم يقولون: قد قام الرب في الحقيقة وترى آل سمعان. فأخذاهما يخبران بما حدث وكيف عرفاه عند كسر الخبز. المجد لك يا رب المجد لك. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. لصليبك أيها المسيح نسجد، لقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف اسمك نسمي. هلموا يا معشر المؤمنين لنسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. لنبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أبادا وحطم.
ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك محوم آثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. أصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل ما آثمي. قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، فأعلم أن ثمت طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله لا خلاصي، فابتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فهم تسبيحتك، لأنك لو أثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر المحرقات. فذبيحة لله روح منسحق، القلب متخشع ومتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب مسيرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر ذبيحة العدل قربانا والمحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد للآب ولابن والروح القدس، افتح لي أبواب التوبة يا واهب الحياة، لأن روحي تفتكر إلى وبحسب كثرة رفاتك امحو ما في من إذا تصورت كثرة أفعال رديا أنا من يومه
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفات وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين وأسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيي شفيع هذه الكنيسة المقدسة وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبانا القديسين معلم المسكون رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير غريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم وأبانا القديسين أثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ملاتيوس وبطرس بطريركي أنطاكية وأبوينا القديسين نيقولاوس رئيس أساقفة ميراليكية وسبيريدون أسقف تريميثوس العجائبيين والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جورجيوس المظفر وديمتريوس المفيد الطيب وثيوذوروس التيروني وثيوذوروس قائد الجيش والقديسين إغناطيوس وبوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديسين يوسف والأولى وحبيب الدمشقيين الشهداء في الكهنة والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبانا الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبانا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين يوكيم وحنا جدي المسيح الإله والقديس تراسيوس رئيس أساقفة القسطنطينية الذي نقيم تذكاره اليوم وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا برحمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين لنقربن للرب تنهدا عشاريا ونخر له ساجدين نحن الخطأ بما أنه سيدنا لأنه يشاء خلاص جميع الأنام ويهب الغفران لجميع التائبين إذ كان لأجلنا قد تجسد وهو إله أزلي مع الآب وهو إله أزلي مع الآب لنواضع ذواتنا أيها الإخوة بأجمعنا وبتنهدات ونحيب نقرع ضميرنا لكي نظهر هناك في الدينونة الأبدية في ذلك الوقت بدون جناية وننال الصفح لأن هناك بالحقيقة هي الراحة التي سبيلنا أن نتوسل طالبين أن نراها هناك فقد الوجع والحزن والتنهد في عدن عجيبة الذي المسيح هو مبدعه بما أنه إله أزلي مع الآب بما أنه إله أزلي مع الآب في 25 من هذا الشهر تذكار القديس تراسيوس رئيس أساقفة قسطنطينية في هذا النهار نصنع تذكار مثل الفريسي والعشار الوارد في الإنجيل الشريف إن ماثلت الفريسي فاهرب بعيدا من الهيكل لأن داخله المسيح الذي لديه المتواضع فقط يقبل يا مبدع كل شيء سماويا كان أم أرضيا اقبل أما من الملائكة فتسبيحا ثالوثيا وأما من البشر فتريوديون شريفا خشوعيا فبشفاعة جميع قديسيك الصانعي العجائب أيها المسيح الإله ارحمنا وخلصنا آمين إن إسرائيل لما سلك بالأقدام في قعر اللجة العميقة كفي اليابسة وعيان فرعون المضطهد غريقا صرخ هاتفا لنسبح إلهنا تسبيحا على ظفا ليس قدوسا مثلك أيها الرب إلهي يا من رفعت قرن المؤمنين بك أيها الصالح وثبته على صخرة الاعتراف بك
إن الكنيسة الموقرة تهتف مرتلة كما يليق بالله، معيدة بالرب من ضمير نقي، المسيح قوتي وربي وإلهي. أيها الصالح واضئ بنورك الإلهي نفوس المدلجين إليك بشوق ليعرفوك يا كلمة الله الإله بالحقيقة الداعية إيانا من قدام الزلة. أيها الجزيل الرحمة مذريت بحر هذا العمر متعاليا من عواصف التجارب، بدرت إلى ميناك الهادي هاتفا أصعد من الفساد حياتي. إن الملاك قد صير الأتون يفيض نادا للفتية الأبرار، وأحرق بأمر الله الكلدانيين وأقنع المغتصب أن يهتف صارخا مبارك أنت يا إله بينا. نسبح ونبارك ونسجد للرب، لقد أنبعت من الله بنادا للأبرار، وبالماء ألهبت ذبيحة الصديق، لأنك تصنع كل شيء بمجرد مشيئتك، فنعليك إلى كل الأدهار. تعظم نفسي رب وتبتهج روحي بالله مخلصي. يا مجدي يا أكرم من الشرفين وأرفع ذنبي غير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله إياك نوضح. لأنه نظر إلى تواضع أمتي فمنذ الآن تطوبني جميع الأجيال. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نوضح. لأنه قدير صنع بعظائم وقدوس اسمه ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه. يا من هي أكرم من الشرفيم وأربع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نوضح. صنع عيسى مساعده وشتت المتكبرين بذهن قلوبهم تنديمي وتيران تنحروبهم كان دوكسو تيران أسينغريتوس تون سرافيم την αδία φόρωσε ο λόγον τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομε. حط المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين أملى الجياع من الخيرات والأغنياء أرسالهم فارغين. يا من هي أكرم من الشرفيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لآبائنا لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. تنديميو تيران تون خيروفيم كين دوكسو تيران ناسين غريتوس تون سيرافيم
Την αδία φθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αιάτουχ ελκουλία του ταχάρα, ίνα λίλαχ αλλαδί λα ιουμκινού λιλβασάρ, αν του αίνα, وَلَا تَشْسُرُوا طَغَمَاتُ الْمَلَائِكَ أَمْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ بِكِ قَدْ شُهِدَ وَرُؤِيَا لِلْبَشَرِ كَلِمَةً مُتَجَسِّدًا الَّذِي نُعَظِّمُهُ مَعَ الْأَجْدَادِ الْعُلْوِيَّةِ وَلَكِنْ أُعْطِي الطُّوبَى أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إن المسيح الحياة والطريق قد رافق في الطريق من بعد قيامته من بين الأموات كليوبا ولوقا، فعرفاه في عمواس عند كسر الخبز، وكانت نفوسهما وقلوبهما مضطرمة حين كان يخاطبهما في الطريق ويشرح لهما في الكتب عما كابده، فلنصرخن معهما قائلين: لقد قام المسيح وتراءى لبطرس. لنفر من مفاخرة الفريسي الرديئة ونتعلم اتضاع العشار الحسن، لنتراقى صاعدين هاتفين إلى الله معه: اغفر لنا نحن عبيدك أيها المسيح المخلص الذي ولدت من العذراء واحتملت الصلب طوعا لأجلنا وأقمت العالم بقدرتك الإلهية. يا والدة الإله الكلية المديح، إن خالق البرايا وإله الكل اتخذ جسدا ناسوتيا من بطنك الطاهر وجدد طبيعة البالية بجملتها وأبقاك بعد الولادة كما كنت قبلها، لذلك كلنا نسبحك بإيمان هاتفين: افرحي يا فخر العالم وشرفه. سبيح الرب
يصنع فيهم حكما مكتوبا هذا المجد يكون لجميع أبرار. أيها الرب إن القبر لما كان مختوما من عابر ناموس برزت منه كما ولدت من والدة الإله وكما ملائكتك غير المتجسمين لم يعلموا كيف تجسدت. هكذا الأجناد الحارسون إياك لم يشعروا ما تقمت ناهضا لأن هذين الأمرين قد أغلقا عن الباحثين إلا أن العجائب ظهرت للساجدين للسر بإيمان فمنحنا نحن المسبحين له الابتهاج والرحمة سبحوا الله في قدسي سبحوا في فلك قوته أيها الرب لقد سحقت الأقفال الدهرية ومزقت السلاسل وقطعتها وقمت من القرن منبعثا وغادرت الحانوت والأكفال في اللحد شهادة لدفنك الحقيقي بالثلاثة الأيام وسبقت متقدما إلى الجليل يا من في مغارات حفظت فعظيمة هي مراحمك أيها المخلص المحتجز إلاك ارحمنا سبحوه على مغفرته سبحوه بحسب كثرة عظمته أيها المسيح الذي تألم عنا إن النسوة قد أسرعنا إلى قبرك ليشاهدنك ولما وفينا متقدمات أبصرنا ملاكا جالسا على الحجر المتنحرج من الخوف فهتفا نحوهن قائلا إن الرب قد قام فاذهبنا وأعلمنا التلاميذ بأنه قد نهض من بين الأموات مخلص نفوسنا سبحوه برحن البوق سبحوه بالمزمار والقيثارة أيها الرب المخلص لقد ولجت على تلاميذك والأبواب مغلقة كما خرجت من القبر وهو مختوم مظهرا آلام الجسد التي قابلتها بطول أناته إذ قد احتملت الأوصاب صابرا بما أنك من زرع داود وبما أنك ابن الله حررت العالم معتقا فعظيمة هي مراحمك أيها المخلص غير المدرك ارحمنا سبحوه بالطبل والمصر سبحوه بالطبل والمصر سبحوه بالأوتار والتي طار لا نصلين يا إخوة فارسيا لأن من يرفعه نفسه سيارا
إن الفارس لما
كمثلتك لم علي. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. يا ربي إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين أبسط رحمتك على الذين يعرفونك. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي الله نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا رومانوس والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أجل هذا
المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل انحسار الأوبئة والأمراض وشفاء المرضى وحفظ وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون على صحة الآخرين وسلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. خلصا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك المرتلين لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائل لقد قبلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية ماريا وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وقيامتك
الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس المبشد مع الأب والروح القدس خالص. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك إله صالح ومحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. لنسبح نحن المؤمنين الموت
وينهض الموتى بقيامته المجيدة. ارحمنا أيها الحسن مصالحاتي وحده، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد والسبح المثلث التقديس أيها الآب والابن والروح القدوس أنا وكل أوان is here.
كيف ستنعمل طافتي كتارتي سيعفتين في تفسا إذاك سياسو الحسن العبادة يا ربي خالص الحسن العبادة أنا واستجب لنا رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس لنصغي يا ولدي تيموثاوس إنك قد استقريت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي وما أصابني في أنطاكيا وإيقونية وليسترا وأية اضطهادات احتملت وقد أنقذني الرب من جميعها وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون أما الأشرار والمغون من الناس فيزدادون شرا مضلين ومضلين فاستمر أنت على ما تعلمته وأيقنت به عالما ممن تعلمته وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تصيرك حكيما للخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع. سلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا هللويا. حكمة. سلام لجميعكم. لنصغي.
فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. قال الرب هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر عشار. فكان الفريسي واقفا يصلي في نفسه هكذا: اللهم إني أشكرك لأني لست كسائر الناس الخطفة الظالمين الفاسقين ولا مثل هذا العشار، فإني أصوم في الأسبوع مرتين وأعشر كل ما هو لي. أما العشار فوقف عن بعد ولم يرد أن يرفع عينيه إلى السماء، بل كان يقرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من رفع نفسه اتضع، ومن وضع نفسه ارتفع. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. حكمة. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين. Ooh.
أن نستطيع
السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أبانا وبطريركنا يوحنا ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين آن وكل آوان وإلى دهر الداهرين الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس زوار هذه الكنيسة والذين يحسنون إليها ويتعبون فيها ويخدمون ويرتلون جميعكم مع آل حجي وحنون وآل عساف وجميع المختصين بكم ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين أنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين رئاستك هنوتك ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية الذين عمروا هذا الهيكل المقدس مع أخوينا فدوى وفارس وجميع الذين رقدوا على رجاء القيامة والحياة الأبدية جميع أمواتكم ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء بكل حين أنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين تحت كمل طلبتنا للرب
أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة رب نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا رب نسأل مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالمين الرب نسأل تجيب يا أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل وأن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله برفاة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم ولروحك لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين باب وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوهر وغير منفصل الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق إله حق مولودا غير مخلوق مساو الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس الغنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء بكنيسة واحدة جامعة مقدسة الرسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا
وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. أمين. لنقف حسنا، لنقف بخوف، لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس. رحمة سلام ذبيحة تسير. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدوس تكن مع جميعكم. والله وضع قلوبنا فوق هي لنا عند الرب لنشكر النار. أنت ابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من عدم الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وبرحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت ابنك الوحيد وروحك القدوس، من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة. نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ابتديت أن تقبلها من أيدينا، مع أن قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشرابين والسرافين ذو الأجنحة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين. تسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب السماوات قدوس رب السماوات قدوس ملأت السماء والأرض بملائكتك كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجلك كل شيء سائم نوما سافلغ من سيف عرست من Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκε και υπαρθένου Μαρίας. Hello.
شكرها رب أولنا بانا وبطري أركنا يوحنا وأبو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما وعافا مديد الأيام فصلا باستقامة كلمة حق. اذكر يا ربي ونبانا ورئيس كهنتنا رومانوس وأبو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن. وأعطنا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. والله روحك. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب. حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقل رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. أهلنا أيها السيد لأن نرسل بدالة وبالدينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد والآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. ولروحك. لنحني رؤوسنا للرب. نشكرك أيها الملك غير المنظور يا أمر بقدرتك التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها وبرحمته الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد الطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوا هذه لحم ودم بل لك أيها الإله المهيب. فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدوسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. آمين. بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك لكل خصوص صالح والمحيي الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. بروس خمان القدسات للقديسين قد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس افتح لي حلو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام
وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي شفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأة الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابري، فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللصي أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله فأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوان غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. فبهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق، فأني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخضر يبكتني لباسي لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد محب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصل لي هذه القدسات محاكمة لعدم استحقاقي بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخيرني أن ألتصق بالله وضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله، لأني أن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك. سبحوا الرب من السماوات هللويا. Oh.
بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفاتك امحو ما آثمي. إذا تصورت كثرة تفتخر نفسي بالرب فيسمع الودعاء ويفرحون هللويا. عظيم الرب معي ولنرفع اسمه جميعنا هللويا. طلبت الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوف نجاني هللويا. انظروا إليه واستنيروا فلا تفزع وجوهكم هللويا. هذا المسكين صرخ والرب استجاب له ومن جميع أحزاني نجاه هللويا. يعسكر ملك الرب حول خائفي وينجيهم هللويا. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب فطوبى للرجل المتكل عليه هللويا. اتقوا الرب يا جميع قديسين فإنه ليس للذين يتقونه إعواز هللويا. الأغنياء افتقروا وجاعوا أما الذين يبتغون الرب فلا يعوزون أي خير هللويا. أي إنسان يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحا هللويا. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالمكر هللويا. حد عن الشر أصنع الخير اطلب السلامة واسعى وراها هللويا. عين ربي إلى الصديقين وأذنه إلى صلواتهم هللويا. أما وجه الرب فعلى الذين يصنعون الشر
ليبيد من الأرض ذكرهم. الصديقون يصرخون والرب يستجيب لهم. هللويا. الرب قريب من منسحق القلوب ويخلص المتواضعين من روح. هللويا. كثيرة يحزن الصديقين ومن جميعها ينجي من رب. هللويا. يصون عظامهم كلها وواحد منها لا ينكسر. هللويا. الخطأ يميتهم شرهم والذين يبغضون الصديق يأثمون. هللويا. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد في السماوات وارزق الأرض كلها. كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا بالاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظها في قداستك لاهجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهية المقدسة. قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحية المرهوبة فلنشكر الرب شكرا لائقا. واعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا رب. يا مبارك مباركيك يا رب مقدس المتوكلين عليك. خلص شعبك وبارك ميراثك. احفظ كمال كنيستك. قدس الذين يحبون جمال بيتك أن تمنحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعبك لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا. بنطلب يا ليس بركة الرب ورحمة
تحلان عليكم بنعمة الله ومحبة البشر كل حين الآن وكل أوان الداهرين. أيها المسيح إله حقيقي من قام بين الأموات من أجل خلاصنا بشفاعة أمك القدسة في الإطهار البريئة من كل عيب بقدرة الصليب الكريم المحمشة في هذه الكنيسة المقدسة وطلبات القواس من عدمة أجساد توصلات به كامل يا رب سيدنا ورئيس كهنتنا إلى أعوام عديدة يا سيد إلى أعوام عديدة يا سيد إلى صرح نفوس عبيدك مع أرواح الصديقين الراقدين احفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر يا رب نفوس عبيدك في راحتك حيث جميع قديسيك يستريحون لأنك أنت وحدك الذي لا للأب والابن والروح القدس أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين أنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السابق رقاده أنا وكل آل وإلى دهر الداهرين آمين افرحي يا طاهرة يا من ولدت الإله بغير زرع إليه توسلي أن يناي نفوس عبيده السابق رقاده يا إله الأرواح والأجساد كلها يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه أنت يا رب أرح نفوس عبيدك قد وطوني سليم فارس صابر قادم في مكان نير في مكان خضرة في مكان انتعاش حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد وبأنك إله صالح ومحب للبشر اغفر لهم كل خطيئة اقترفوها بالقول أو بالفعل أو بالفكر لأنه ليس من إنسان يحي ولا يخطئ بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة وعدلك عادل إلى الأبد وحق قولك حق لأنك أنت والقيامة والحياة والراحة والنياح لنفوس عبيدك السابق رقادهم على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدل له وروحك الكلي قدس الصالح والمحيي أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين مجد لك أيها المسيح يا رجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من يسود الأموات والأحياء بما أنه ملك لا يموت وقد قام من بين الأموات بشفاعة أمك الكلية الطهارة والقدسين المشرفين الرسل الجدرين بكل مديح وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله قدسين القديس المجيد صديق المسيح لعازر رباعي الأيام وجميع القدسين رتب نفوس عبيدك المتقلين عنا في مظال الصديقين واحفظها مع القديسين والأبرار أما نحن فارحمنا وخلصنا من أنك إله رحيم ومحب للبشر فليكن ذكرهم مؤبدا فليكن ذكرهم مؤبدا فليكن ذكرهم يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين بالصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا الله يرحمون عمركم جميعا ضلوا بصحتكم يا أحبة صباحكم مبارك نهاركم مبارك والله يقويكم جميعا مثل ما شايفين حدث تغيير بالأباء الكهنة لحتى بكل تغيير تستفيد الرعية من كل الأباء الكهنة كذلك الأمر الأباء الكهنة لما بينتقلوا لمكان يحاولوا يحدثوا تغيير
نحو الأحسن، مثل ما بيقولوا بالعامية تغيير دم، بيتنشط الإنسان وبيقوى. فهلأ نحن يا أحبة أول قداس لنا مع الآباء أبونا الياس حبيب، أبونا سمعان هيلون، وفي أبونا سلوان أبو عضل، وأبونا يعقوب عساف، هو الكهن الجداد اللي إجوا على الكنيسة، وأكيد أبونا جابي من القديمين. فيا أحبة واجبنا هلأ نحن نرعاهم كمان هن يرعونا، نرعى راعينا لحتى راعينا يرعانا. وربنا يحميكم ويقويكم وتضلوا بصحتكم، وإلى مزيد من التقدم يا أحبة الروحي والمادي في هالرعية المباركة. آمين. طول عمركم.